يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما على النصب
وأن تستقسموا بالأزلام.